السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نبدأ مع بعض سلسلة مهمة جدا، ازاي نحصن نفسنا من الحسد والعين والسحر، وازاي تقدروا تتخلصوا من السحر او الحسد او العين بنفسكم من غير ما تلجأوا لحد ابدا. هناخد النهاردة سلسلة، اول حاجة في السلسلة دي هنبدأ إن شاء الله بمعرفة الأعراض اللي بتبين وتوضح إن الإنسان ده أصابته عين أو سحر أو حسد. وأتمنى إن السلسلة دي تكون مفيدة لكم جميعا إن شاء الله. أول حاجة هناخدها النهاردة، إزاي الإنسان يعرف إنه مصاب بسحر أو حسد او صداع؟ غالبا التلات احوال بيبقوا نفس الاعراض واحدة تقريبا. زي ايه؟ اول حاجة بيكون في صداع مستمر، المزاج وحش، يعني زي ما بنقول عليه كده بالعامية مقريف. لو في اي حاجة تفرح او احداث حواليه، ناس فرحانة، ناس سعيدة، ناس ناجحة كده، زيارة، حاجة كويسة، ما بيفرحش بيها، بيحس دايما الحياة كئيبة، الدنيا وحشة، مش عاوز يعمل اي حاجة، ملوش رغبة في انه يعمل حاجة كويسة ومفيدة، عايز ينام على طول. ولما يجي ينام ما ينامش، بيحس ان صدره كده فيه انقباض، مش مرتاح، يعني عنده شعور بالضيق كده ومخنوق، مش عارف ليه. ملوش رغبة انه يشتغل، ينزل الشغل، رافض البيت ورافض الشغل، رافض الاصحاب، رافض اي خروج، يعني مش عايز اي حد معاه يقعد معاه، مش عايز حوارات. عنده دايما رغبة في ان الحياة كلها مش عايز يعيشها، ومش مش عايز ملوش رغبة في الحياة، مش مستمتع بحاجة، دايما سرحان، دايما زهقان. وفي يعني عرض كمان مهم جدا، انه لما بيجي يصلي او يسمع قرآن او الاذان بيلاقي نفسه بيتوب كتير قوي وبدموع وما بيتوقفش بقى، وخصوصا لو بيقرأ قرآن، يعني لو كان بيقرأ قرآن او سامع حد بيقرأ قرآن. كمان المحسود او المعيون يعني لا يشعر بأي اعراض من دي احيانا كتير، وما بيحسش احيانا كتير برضو ان في عين او حسد او في حاجه عنده، لكن فجاه بيحس انه مريض، بيجي له مرض بيلازمه، مرض عضوي. يعني ايه مرض عضوي؟ يعني ما في جسمه، مش نفسي، مش من جواه، لكن بيحس مثلا في جسمه تعبان، عنده مثلا مغص كتير، عنده صداع ما بيروحش، عنده حبوب وبثور في جسم في وجهه او في جسمه، وبياخد علاج كتير ليها ويروح لدكاتره كتير، وبرضه يقول ما فيش نتيجه، ما فيش حل، ما حصلليش حاجه، زي ما انا حالتي ما بتتحسنش. والاعراض دي غالبا بتبقى زي ايه معظمها؟ عشان لو الانسان المحسود لقاها عنده او لقى عرض منها او اكتر، يعرف انه محسود وهو مش واخد باله. زي ايه؟ الام في المفاصل، دايما ركبه بتوجعه، ايديه بتوجعه، ما بيعمل اي حاجه بسوء، يعني منتهى لو كانت حاجه بسيطه. الحبوب اللي في الوجه بتبقى كتير او في الجسم، تقرحات، نسيان كتير، دايما عنده حاسس كده ان كتافه تقيله، تقل في الكتف كده او في الكتفين، مش عارف يتحرك، مش قادر، بيشعر دايما ان في وخز كده، زي حاجه بتشكه كده، او دبابيس بتشكه في رجله وفي ايديه، في الاطراف بالذات يعني. وساعات كتير برضو يحس بحراره في الجسم، عنده حراره وجسمه سخن، وده بيبقى حقيقي فعلا، جسمه سخن وعنده رعشه او كده، ورغم ان الجو بارد، يعني الجو برد، والعكس يعني ساعات يحس ببروده في الاطراف رغم ان الجو كويس. فاذا كان المحسود او اللي وقع عليه الحسد ده وقع عليه في جزء من الجسم، زي واحده مثلا، ده بيبقى اسمه حسد وقع على الجسم، يعني ده بيبقى حسد وقع على الانسان في حاجه من جسمه. حد شاف شكله حلو، شاف شعره، شاف لونه، شاف بشرته، شاف قوته، ليه عضلات، رجل مثلا او بنت شعرها جميل او جسمها كويس، فبيبقى الحاله دي ساعتها بيشعر بايه؟
ده بيبقى ده اللي بنقول عليه بيشعر بالحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي في الجسم دي. واكتر حاجة بتكون واضحة ساعتها اللي هي الخمول، الكسل، يبدأ ما ياكلش ويصبق بالضعف والهزال، مفيش شهية للأكل، عنده أوجاع كتير في أماكن كتيرة من جسمه مش عارف من إيه ومش عارف ليه. وأهم وأبرز الأعراض العين اللي هقولها لكم دلوقتي بتبقى يعني باينة قوي في كتير من المحسودين أو اللي عندهم اللي أصابتهم عين. يعني الإنسان لو لقى حاجة منها من اللي إحنا قلناه ده كله ممكن يكون موجود وممكن يكون عرض واحد وممكن يكون مش موجود، مش حاسس بحاجة خالص غير إنه عيان بأي وجع في جسمه. طيب لو في حاجة بقى موجودة من اللي هقوله دلوقتي أعرض أو اتنين، يبقى في حسد أو عين بالضرورة، اللي هم زي إيه؟ بتكون واضحة جدا. طيب طبعا قلنا الصداع المستمر، عنده شحوب بالوجه، وشه اصفر دايما او وشها اصفر، يعني ما تلاقوش فيه دمويه خالص كده خالص، بيبقى شكله مصفر زي المخضوض زي اللي كان مغمى عليه. بيعرق كتير، التبول برضو اعزكم الله. بعدين عنده ضعف في الشهيه كتير للاكل، ما بياكلش خالص، وزي ما قلنا قبل كده برضو حراره الجسم بتبقى مرتفعه رغم ان الجو بارد. بيجي له حاجه تانية برضو بتبقى موجوده من غير سبب، اللي هو ايه؟ بيبقى فيه خفقان في القلب، يعني ضربات القلب سريعه مش عارف سببها ايه، زي المخضوض كده. كمان بيجي له ألم أسفل الظهر، في وجع جدا في آخر العمود الفقري. بقى كمان بيحس إنه مخنوق وعايز يعيط، عايز يبكي، مش عارف إيه السبب. دايما منفعل وغضبان على طول، بيحب يقعد لوحده، منطوي، مش عايز يكلم حد، زهقان، مش عايز، ملوش أي نفس لأي حاجة. بيلاقي كمان صعوبة إنه يقف أو يمشي شوية، يعني من أقل حاجة يتعب، من أقل حاجة مش عايز يقف. يلاقي برضه في نفسه وعقله بتجيله بعض الاوهام والمخاوف، بيخاف من ايه؟ بيخاف من ولا حاجه، بيشوف احلام ساعات برضه بتدل على انه مصاب بالعين، زي كان حد كده او في شخص بيجيله بيتابعه وبيبص له وبينظر، يعني دايما باصص له عينه في عينيه كده. دي كانت جميع الاعراض اللي بتقول ان الشخص ده محسود او معيون. ويا ريت ان شاء الله نركز فيها ونقراها او نقولها كتير ونشوفها كتير تاني ونرجعها على الفيديو، علشان كل واحد عارف العرض دوت يقدر يعرف هو عنده ايه وما يسكتش على نفسه، لان الحاله بتتطور بعد كده لا قدر الله لو سبناها. والمره الجايه ان شاء الله في الفيديو الجاي بكل بساطه ان شاء الله هنشرح العلاج اللي ينتهي منه الحسد والعين في 3 ايام ان شاء الله باذن الله، وربنا يحفظ الجميع من كل شر، ودمتم في خير وجزاكم الله خيرا.